إذا فتوني بتربح بتخليني جيب لها القهوة على المكتب وبتجبرك تعملي لها مساج كمان وبتشتغل فينا طول الوقت. لا ما بظن، هي أغبى بكتير من إنه تفكر هيك. ألو؟ مرحبا أنسة ريما. أهلين مراد بيك. السيد مجد قال لي إنه راح تفضوا البيت اليوم وأنا ما قدرت أوصل له، بس حبيت أتأكد منك إذا فضيتوا البيت ولا لا. طبعا مراد بيك، يعني لسه ما بعرف. المسا من سلمك المفتاح. فضيت البيت؟ وين قررت نسكن؟ يعني وين برأيك ريما؟ أكيد ببيت أهلي. شو؟ لا ليك، أنا ما برجع على بيت تقلعت منه أبداً. طيب في عندك حل تاني؟ مجد أنا مستحيل عيش بهداك البيت فهام. شو بدك كان نعمل؟ نقضيها بالأوتيلات مثلاً؟ لأمتى بدك تضلي زعلانة منه؟ سامحيهم بالأول كلياتهم لازم يعتذروا مني. طيب ماشي، أنا في عندي حل تاني. تعي يلا. شو لهلأ نايم؟ أهلا وسهلا. تفضلي ريما، فوتي فوتي. حبيبتي ريما، بتعرفي شو مشتهي؟ فنجان قهوة من تحت إيديكي. تكرم. خير، شو صاير؟ ليك شريك، تعرف أنا بحياتي ما خبيت عنك أي موضوع، وبصراحة هلأ أنا وريما ما ضل عنا بيت نسكن فيه، وأنت قايل لي إنه بيتي وبيتك واحد، لساتك عند كلامك؟ طبعا مجد، بس يعني ريما؟ إياد، إذا أنت عن جد بتعتبرني رفيقك ما بدي إياك تقلي ما بثق بريما. ليك إياد، بدك تتقبلها مثل ما هي كرمالي أنا. يعني فيك تعتبرها حبيبتي وجاية معي. ماشي؟ طيب ماشي، مو مشكلة. شكرا. لكان أهلا فيك ببيتك. تسلم. بالمناسبة ما كان معك مفتاح؟ يعني فيك مرة تانية ما تدق الجرس وتزعجني؟